الراجل لسه ميت طازه، الواحد يعني يروح بأني وش؟ أنا جاي حتى وضميري مأرنبني ورقبت زي السيستم، بس أعمل إيه؟ جناب المأمور قال لي الميري ميري والأميري أميري. يعيش العم ده ميري وأميري. 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 طب بس يا حمار أنت، بس يا واد أنت وهو، الناس زعلانة وحزينة وأنتوا عاملين فرح جاكوا 60 نيلة. هتفطرونا وإحنا صايمين. جاكوا الهم، وأنت عمال تهتف كده يعني إحنا في فرح؟ اهتف وأنت ساكت. جاتك نيلة. طبعا انتوا عارفين حكايه استلم التليفون دي كان ممكن يعني يقوم بيها مستوظفين الحكومه، لكن انا قلت لا، مستوظفين ايه، انا لازم اجي بنفسي، هم بقى يوصلوا التوصيلات ويركبوا التركيبات، لكن انا اجي عشان اقول لكم البقاء لله واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هات التليفون يا ولد. اتفضل يا حضره العم. بسم الله ما شاء الله يا عم. لو حد بقى كلمنا على التليفون ده قولوا له ان هو اتنقل دوار العمده الجديد. سلام عليك. يا عيش العمده. ملهمة شويه بتوع التليفون انتوا، العصر جدا عشان تلحقوا تفطروا المغرب في بلدكم. وبعدين انا عندي تليفونات كتير قوي عايز اعملها. ايه يا عالم المغزى يا حضره العم؟ الناس يعني بتوع الطبل والزمر يعني كانوا مالهم دول؟ يعني كانوا مستنينك كده يا عمده تديهم حاجه حلاوتهم. يعني حلاوتهم اجري على سنجاب ندهم للدار الكبير بتاعهم على حلاوتهم. حسب يا حضره العم دي هتخسر صيامك. انا كنت ناسي، بس ما كانش واجب برضه تفكرني يا حمار انت. انت هتندهش لي يا ولا هتندهش وتستعجل يا ولا؟ ايوه صحيح، ما كانش واجب تفكر. الكلام اللي بيقوله العمده صحيح، النسيان ده رحمه من عند ربنا، منحه الهيه يعني، والعمده بتاعنا كمان ربنا بيحبه فبيخلي نسيانه كتير يعني في الصيام. يا سبحان الله. هم يلا كل شيء تمام يا جناب العمدي. حضرتك بقى تأمرني بحاجه انا والرجاله اللي معايا يا حضره العمدي؟ لا انا مش عايز حاجه، انا سامع ان انتوا اللي قاعدين بره مستنيين، تكونوش عايزين حاجه؟ ايه لا عايزين ايه يعني؟ عايزين سلامتك يا حضره العمدي، وبعدين اصلا يعني كل سنه وانت طيب يا حضره العمدي، وبعدين انا والرجاله خلصنا الشغل كله وهنمشي. طب ما تمشي، الف سلامه يا اخويا. ما تنط يا ولا، قول عايز ايه وخلص. انا اقول ايه وانا فهمت. قول لي يا غالي. ايه هو انت كده يعني لما تقف في وسط عيالك وعيال عيالك ان شاء الله وتحكي لهم كده بعظمه وانت منفوخ من جنابك وتقول لهم اني كان لي عظيم الشرف انني اللي زفيت العمده عتمان لما راح يستلم تليفون العموديه، دي تسوى قد ايه؟ دي تسوى كتير. يبقى خلاص بلاش بقى طمع الدنيا الرخيص دي كده بقى. ادي بقى الكلام منتهي، وكفاك فخرا انك شاركت في هذا الحدث العظيم. يلا يا اخوي خد نفسك واتكل على الله، مع السلام. حاضر. انتوا يا اخوانا يا بتوع التليفون عندنا بقى مكالمات مهمه عايزين نعملها في التليفون. ما ينفعش يا عم، لسه الحراره ما دبتش في اوصال التليفون. حراره ايه انت التالي؟ ما كنتش فاهمك انت. الحراره ايه؟ وصلنا الوصلات يا سي العمده والحراره لسه ما جاتش. اهو شوف قال لك الحراره عشان ما نقعدش بس تتكلم في اي حاجه انت مش فاهمها. ايوه يا عمده صح. ومنكم يا سبحان الله نستفيد خير. عايزين حاجه انتوا كمان؟ كفايه علينا يا حضره العمده ان احنا نحكي لاولادنا ان احنا شفنا حضره العمده. والله بروح عليك يا والد. يبقى شوفوا بحاجه كده يا مبروك. اشوف ايه؟ الله اكبر الله اكبر. يلا احسنت يا باشمهندس. يلا يا اخوي. السلام عليكم يا حضره العمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصيام يا عمدي رمضان. امشي يا بره يا ولد. حاضر. امشي. فين التليفون يا جماعه؟ السلام عليكم الاول يا مؤاخذه. فين التليفون؟ اصلي عندي واحده صاحبتي من البندر ومستنيني اطلبها. بندر ايه ولفت ايه؟ ده تليفون عموديه ميري مش لاي حد يعني. ايه مالك يا عتمان؟ ما تديهوني اضرب عليه. لا ده لو حد ضربه الحراره تعلى، لسه قايل كده اهو. ايه؟ طيب لو ضرب تليفون وحد عايزني تبقى تناديني انا فوق. ماشي الف سلام. هي بس حته الارض دي بقول لك ايه؟
هي الارض اللي بيني وبين ارض حفيظه بتاعت مين؟ بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم. طب هم بينا وريها لي. يلا يا عم هم خدوا لكم التليفون ولا انتوا تعالوا معايا. تعال الله وبركاته. اهلا اهلا. اهي هي دي يا عمده حته الارض اللي بقول لك عليها. دي ارض عفيه تطلع لها فدان الا شويه كده. وبعدين لما تاخد الارض دي باذن الله مش هيبقى في فاصل بين ارضك وارض الست حفيظه، يعني هتبقى كلها حته واحده على بعضها كده اهو مشفيه. يلا الله يبارك لك فيه. يبقى اشتريناه. قلت لي بقى الارض دي بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم مش كده؟ ايوه عمده اهو. بس بقول لك ايه، الواد دي عايز اخده وعطه لانه طالب فيها تمن غالي حبتين. تمن غالي ايه؟ هو مش الواد ده اللي كانت مسك عم نول بسرقه البهايم بتاعت ولاد عمه؟ ايوه البهايم اسم الله على مقامك، هو بعينه. وساعتها كانت اتعملت له قضيه بس طلع منها براءه. لا براءه ايه وكلام فارغ ايه؟ القانون لازم ياخد مجراها للاخر. امال ايه؟ الواد ده يا يبيع الارض بالثمن اللي لن يتمنه له يا اما يتسجن بالقانون برضه. انت واد يا حسان. ايوه حضره العمد. عارف الواد اللي اسمه محروس ابن ابو سالم؟ عارفه وعرفني حضره العمد. تاخد ديلك في سنانك وتروح جري تجيبه من قفاه كده بلطف واسبقني على الدوار وانا هحصلك. ايوه يا حضره العمده، بس يعني ده كاتب كتابه كمان يومين ثلاثه، ثاني ولا ثالث يوم العيد. يعني ايه يا حمار حساب وانت هتفطرنا على الصبح ولا ايه؟ روح نفذ اللي بقول لك عليه. يلا اجري هم. بس ياما ابوك. حلوة هات بلطف من أفادي. لما الواحد يقعد يتعلم منك يا عتمان. عدم المؤاخذة قصدي يا حضرة العمدة عتمان. حس بقى إن أنت هتتعلم، يبقى كل يوم تجيب معاك ورقة وقلم ومراية وتخلي بالك معايا. هتتعلم كتير قوي يا مبروك لما تبقى ألف مبروك. اطلع يا والي. يلا يا شيخ جودة ركز معاي كده ووزن دماغك وقول سم. يلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لا يا شيخ جودة لا. ألم يجعل الجيم يا ولدي عليها سكون، يعني لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، يعني إيه تاخد قلقلة. يجعل القلقلة دي غصب عني وعنك وعن اللي جابه أبوك. هل ابوك صحه عامل ايه دلوقتي؟ راح منه البرد ولا لسه؟ مش عارف بين لسه. ومش هيروح منه البرد. قول له كده الشيخ محمود قال مش هيروح منك البرد الا اذا وظبط على الصلاه. بقول له ما تنساش.